جميع ما هم في الحياة اليومية تاعهم بكل بساطة وبكل أريحية في ظل تواجد مجموعة من المساعدات ومجموعة من التوجيهات. المنشط التربوي بالمركب التربوي التعيلي والشبه الطبي لاشخاص في ذوي الاعاقه بالفاء. يعني احنا دابا كنتواجدوا في واحد القافله تحسيسيه وتطوعيه اللي دارتها الفيدراليه جمعيه ذوي الاحتياجات الخاصه بشتوكا ايتبا. وبالنسبه للشيق ديالنا الشيق اللي مشارك به المركب التربوي ديال بالفاء، يعني كاين الشيق اللي هو تربوي وكاين الشيق اللي هو التعيلي ولا الحرفي اللي هو اساسي في هذا العرض هذا اللي قدمناه واللي درناه من خلال الورشه ديال الطبخ وكذلك الورشه ديال الخياطه. وكانت المشاركه ديالنا في هذه القافله كانت مشاركه كنمثلوا بالفاء، بما انه هو راه هذا الخير هذا كاين في المدينه ديالنا كاين في بالفاء، يعني بغينا نمثلوا واحد تمثيل احسن تمثيل ان شاء الله. حفيظة النوش مكلفه بالتواصل في جمعيه الطفوله المعاقه، اليوم كنتواجدوا في شتوكا اتباها في اطار واحد الحمله تحسيسيه وتوعويه حول الاشخاص في ذوي الاعاقه اللي كتقوم بانجازها الكونفدرالية جمعيات الاشخاص في ذوي الاعاقه في شتوكا اتباها، واللي جات في اطار مشروع معا من اجل المشاركه الاجتماعيه والاقتصاديه للجميع. هذا النشاط هذا تيجي في واحد السياق ديال واحد المبادره ترافعيه اللي مولاتها الجمعيه وفي اطار مشروع معا من اجل المشاركه الاجتماعيه والاقتصاديه للجميع اللي مولوا الاتحاد الاوروبي. فالهدف من هذا النشاط هذا هو تعزيز حقوق الاشخاص في ذوي الاعاقه في جهه سوسماسا والمواكبه ديال الجمعيات اللي كيشتغلوا في مجال الاعاقه في جهه سوسماسا عن طريق تمويل مجموعه من المبادرات الترافعيه تمولوا 6 جهات سوسماسا. دونك من بين الاشتغالات ديال الجمعيه كذلك هي التربيه الخاصه والترافع والقيام بحملات تحسيسيه والادماج المهني كذلك للشباب في ذوي الاعاقه. السلام عليكم، انا اسمي لبنى المنيتر، انا كندرس في السنه الثانيه الثانوي ومن ذوي الاعاقه السمعيه، وكندرس في المستوى الثاني الثانوي دابا في المستوى في الجولان بيكرا هذا العام. وجيت لهذا المعرض انا داير فيه الدوره باش نشوف المنجزات الهائله اللي تحققات في الاقليم شتوكا ايتباها. هذا الشيء شفته مزيان وعجبني مزيان، كنشكر السلطات الاقليميه وكل الفاعلين بما فيهم الفيدراليه، وكنتمنى من المجتمع المدني يترقى المستوى، وشكرا للجميع.
يحتاجوا الرعايه، يعني هذو بعض الارتسامات تاع التلاميذ حول الاعاقه، وغنحاولوا نصحوا بعض المفاهيم باش تكون اكثر صحه. محمد صديق، مربي متخصص بالمركز التربوي لشخص فوضية إعاقة. اليوم كاين هاد لاتولي تحسيس بمنطقة بلفاع، وحنا كمركز تابع للفيدرالية عندنا مشاركة، وجينا نقدموا الخدمات اللي كتقدم داخل المركز التربوي، وكاين خدمات تربوية، خدمات شبه طبية، وعندنا وليدات تبارك الله فيهم إعاقة، وكاين إعاقات مختلفة دينية، كاين اضطراب طيف التوحد، إعاقة المركبة. واليوم جينا نعرفوا بالمهارات المتنوعة اللي كاينة عند الفئة، اللي كاينة عند هذه الفئة هذه، وهذه الفئة هذه تبارك الله راه مهارة مستوى عالي، ولا بد الدمج ديالهم في جميع المجالات في الحياة العامة. وشكرا على المنبر، على الحضور ديالكم، لأن بكم باش كيوصلوا مثل هذه الورشات التحسيسية، وشكرا.